Good evening, gentlemen. Please allow me to introduce to you Mr. Khamis Abu Senna, also known as Efendina. Assalamu alaikum. بقول لك يا حبيبي. ايه ابيض والله. ابيض والله. قول لي فين بيت العسكري المغاوري؟ العسكري المغاوري؟ اه الشباك اللي هناك ده. بس لو ما مشيش معاك احمر معانا بني حاجه نظيفه. على فكره انا اللي بقضيله. ابعد من هنا خالص يا حبيبي. ابعد من هنا خالص. مش عاوز اشوف لك اثر هنا. وارمي السيجاره اللي في ايدك دي. ارمي السيجاره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز حاجة يا اخويا؟ العسكري مغاوري. ايوه يا اخويا موجود بس مريح شوية. طيب ممكن تديله خبر ان انا عاوزه؟ طيب اتفضل اصححهولك. حاضر. مغاوري مغاوري اصحى يا مغاوري. ايه عايزة ايه؟ في واحد يا اخويا بيسأل عليك. قوم يا ولد. مين؟ قوم افتح الباب بسرعة. يا رب يا ساتر. اسف باشا. اسف باشا. طب عفوا يا باشا. على مهلك يا رب. ازيك يا باشا؟ تعالى قوم يقعد نام. قوم. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. ازي سعادتك يا باشا؟ الحمد لله على سلامتك يا مغاوي. الله يسلمك يا باشا. اجري يا بنت بسرعه، خلي حد من العيال يروح يجيب حاجه ساقعه ولا اي حاجه حلوه. يلا. حاضر. لا مالوش لازمه خالص، مش عاوز حاجه. لا اودي تيجي برضو، ده احنا النهارده زرنا النبي، لازم تشرب حاجه. والله ان كان ولا بد يعني يبقى كوبايه شاي. الباشا معلقه سكر واحده. ها يلا بسرعه. حاضر. يلا يا ولد قوم. قوم يا ولد قوم. تعالى تعالى قوم. خطوه عزيزه يا باشا. يعز مقدارك يا مغاوي. انا لما عرفت انك مديت اجازتك قلقت عليك او سالت عليك، قالوا لي انك تعبان، قلت لك اطمن عليك. اه باشا ده والله الواحد ما فاهم، حيلي مهدود وصدري زي ما سعادتك شايف كده، شكلنا عجزنا يا باشا. اه والله رجعت 100 سنه لورا. عيالك دول يا مغاوري؟ Au début de l'année 80, quand le coq a apparu, il y a bouleversé le marché. Et c'est ça le signe d'un bon marché promissant. Et votre pays a montré des grands pas de progrès dans son marché. في بداية الثمانينات لما ظهرت البودرة قلبت السوق بمكسبها اللي كان 4 أضعاف الحشيش وانتشرت البودرة وما اختفاش الحشيش وهي دي علامة جودة السوق الناجح وبلدكو قدر انها يعمل طفرة في نجاح هذا السوق. Aujourd'hui, le tramadol a pris fort au marché et son pouvoir de concurrence est devenu de plus en plus évident. Surtout qu'il est en la main chère et le plus facile à transporter. النهاردة الترامادول ظهر بقوة في السوق وقدرته على المنافسة بقت أقوى بكثير خصوصا أنه الأرخص سعرا والأسهل نقلا. And its benefits become 10 times the benefits of the other kind. It's especially known for its sexual effect, and this is the fastest way to publicity. ومكسبه وصل لعشرة أضعاف غيره خصوصا أنه مشهور بمساهمته الفعالة في العملية الجنسية ودي أسرع وسيلة دعاية له. Nous voulons que le tramadol prenne sa place côte à côte au coq et au hache pour que le marché égyptien garde sa qualité. احنا عايزين الترامادول ياخد مكانه جنب البودرة وجنب الحشيش عشان يفضل السوق المصري محافظ على علامة جودته. And for not making the same mistake as our predecessors, we must be conscious of every product that is to complement the movement of the market so that it can accelerate at any given time. وعلشان ما نقعش في نفس الغلطة اللي وقع فيها غيرنا زمان لازم نبقى واعيين كويس قوي ان اي نوع مخدر جديد هو مكمل لحركة السوق ومنشط في بعض الاحيان. C'est-à-dire, c'est possible, on peut très bien diminuer le hache, diminuer le coq, dans les quartiers où le tramadol n'a pas encore été propagé. Et dès qu'il prend sa place normale, le mouvement de vente des autres produits revient comme il était. يعني ممكن قوي نخفف الحشيش ونقلل البودرة في المناطق اللي لسه ما انتشرتش فيها الترامادول
وبمجرد ما ياخد مكانه الطبيعي ترجع حركة بيع الأنواع التانية زي ما كانت. الأصل شاح والمضروب زي المية، لا طعم ولا لون، الدماغ هتنفجر. وبتبقى يا باشا زي ما تكون نحاست، يعني كل كده على بعض يا باشا تحس زي ما اكون مضروب في الخلاط. عفرت كتير في الاخر ما قدرتش، وقعت زي ما سعادتك شايف كده. انت لسه بتضرب الباب ده يا مغاوري؟ ما عادش ينفع نخلع منه يا باشا، خلاص ده بقى بيجري في الدم. بعدين من غيره يبقى الحال زي ما انت شايف كده، لا قادر اقيم حيلي ولا قادر اقف على طولي. ده غير لما صدقت يا باشا ان العاهه بان عليا عشان اخلع من واجب لحد ما اشوف لي صرفه. انت عارف يا مغاور انا ليه دورت عليك وجيت لك لحد هنا؟ لانهم لما قالوا لي انك تعبان كنت متاكد ان اللي رميك ومعييك هو الهباب اللي انت بتبلعه ده، عشان كده قلت اتاكد. وديني اتاكدت. مكتوب يا باشا. ده مرض يا مغاور ولازم له علاج. ربنا هو الشافي يا باشا. ربنا ادانا عقل يا مغاور علشان نفكر بيه، مش علشان نغرق نفسنا الغرقة السودة اللي انت مغرقها لنفسك دي. في حاجة يا باشا؟ هو مغاوري مزعل حضرتك في حاجة؟ لا ابدا، انا اللي متضايق شوية. اعمل لساعتك شوية نعناع يروقوا دمك؟ لا ملوش لازمة، انا ماشي. ما بدري يا باشا. مغاوري لما تقف على حيلك وتوصل بطولك بديني تمام في المكتب، عشان في كلام بيننا لسه ما خلصش. أوامرك يا ياسر باشا. صباح الفل والياسمين. ايه ده يا ابلة ده؟ ايه كل السجاير دي؟ انت كده بتنتحري. كله محصل بعضه يا بيسا. هو المالط ده قالك حاجة زعلتك؟ المالط عايز يعرني يا بيسا، بيسلمني زبون. شفت انا وصلت لايه؟ ناقص يسعرني بين الزباين. قطع لسان اللي يقول عليك الكلام ده يا ستي، قطع لسانه 100 مرة. هو عارف كويس قوي انك زنت المحل وست الستات والكل عارف الكلام ده. مش هنضحك على بعض يا بيسا. خلاص اضربي له اليوم وما تروحيش الشغل النهارده. مش هينفع وانت عارفه كده كويس. ايوه بس ده انت كده هتقعي من طولك. هشرب قهوه وافوق. معايا حبايه حمراء من اللي خدتيها المره اللي فاتت. هاتي يا اختي، هاتي اي حاجه عشان اقدر اصله بطولي بدل ما اقعد على المسرح والزباين يضحكوا عليا. ايه يا العسل دي؟ دي قطران مش عسل. خدي هتبقي فله. تعرف اللي حصل النهارده ده يا خميس معناه ايه؟ معناه ايه يا باشا؟ معناه ان الناس دي اختارتك تبقى الراجل بتاعها. ما ده طبعا بترشيح من معليك. انت اللي جاي يا خميس. بدماغك واتصالاتك السوق هيكبر والمصالح هتكتر. يا باشا انا عمري ما اشتغلت في البودره. عايزني اشتغل في الكيمياء؟ انا بتاع مزاجه بس. مزاج بس، حشيش بس. خليني كده، ليه عايز تهدفني في البعيد؟ ما انا بتاعك برضه في القريب. تزيح من على صدري هم كبير قوي يا خميس. النوع كبر خلاص وابنه قهوج وبسلمة جربناه ما نفعش، يبقى الامل فيك انت. انا عمال اقلبها في دماغي من ساعه ما قلتها لي، مش لاقي لها ملكه. عضه معايا ومش سالكه. ما القرشين اللي نصصتهم مع النوح كانوا جايين من الكيمياء برضه ولا ايه؟ لا يا باشا، دي غير دي. تانية كانت حق بترد لاصحابه. انما الهلومه بتاعت النهارده دي ده جو خض، ده عيل درسه. انت خلاص خطيت العتبه يا خميس. يعني حدفتني شمال يا باشا. مش انت اللي بادعها وبتقول انه كله شمال؟ علينا ربنا.